بقول لهم ان لازم الشباب دول يكون عندهم طموح، لازم عندكم طموح، لان انا بيصعب عليا حقيقي الشبان اللي بيضيعوا حياتهم هذا مش ممكن والشهادات اللي مش جايبه همها، والنتيجه بتبقى ايه؟ انهم بيعفنوا اكسكيوز مي سوري قصدي بيعفنهم بالحق. يا مساء النور وحلقه جديده مع رادا كابيتانو مع احمد السيد. اهلاوي انا والفخر ليا، انا نادي القرن في الكره دي هو نادي هعيش واموت وافضل عشانه وهو فوق دايما مكانه. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك للاهلاويه. مباراه صعبه صعبه صعبه، اعصابنا راحت، انا طول 90 دقيقه واقف على رجلي بسبب يعني واحد بس، هو مارسيل كولر. منك لله يا مارسيل يا كولر، اعتقد مش انا لوحدي، اعتقد كل الاهلاويه وال60 مليون وال70 مليون اهلاوي كانوا واقفين على اعصابهم بسبب مارسيل كولر. قعدنا لغايه الدقيقه 95 بقينا ماسكين اعصابنا ويا رب ما يخشش فينا جون. سيناريو غريب 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 يعني رسمه المدير الفني مارسيل كولر النادي الاهلي، ان انا اجيب جون وان انا اضغط في البدايه واحاول ان انا يعني بعد ما جبنا هدف التقدم. غريب التقهقر الدفاعي اللي مارسيل كولر عمله، والشوط الاول يا باشا الدنيا كانت متوازنه 50 50 ما بيننا وبين، قلنا الشوط الثاني هننزل وهنهجم وعندنا اوراق هجوميه وعندنا دكه قويه قاعده بره وعندنا اسماء يعني رهيبه قاعده بره، قلنا هنجيب الثاني وهنجيب الثالث. وخاصه ان الترجي انت بتتفرج عليه فرقه هشه حقيقي، فرقه هشه تتفرج يعني اديني اسم حتى، اللهم الا ارساس، اللهم الا رودريجو فقط لا غير. باقي اللعيبه كلها اشباح موجوده في ارضيه الملعب، غير كده مفيش. انت ترجي زمان كنت تخاف تقلق منه ايام بقى يوسف البلايلي، اللهم الا ينسس بالتسديده اللي عجبها، ورودريجو في مباراه الذهاب يعني فرقه الترجي طول الماتشين الكره اللي جاب الهيدز من رودريجو في مباراه الذهاب وكره العوده التسديده بتاعت ينسس. طب انا خاف ليه؟ انا كمارسيل كولر اوتر نفسي ليه؟ اوتر جمهوري ليه؟ اوتر لعيبتي ليه بدون داعي بدون لزوم؟ حاسس ان مواجه مارسيل كولر نفس سيناريو ماتش الزمالك ونهضة بركان، نفس فكر جوميز، نفس ان انا لما انزل اول 10 دقايق ربع ساعه اضغط اجيب جون انام عليه طول المباراه. طب الراجل جوميز عنده اسبابه كنادي الزمالك، ان هو الراجل يعني كتيم نادي الزمالك بقالهم كذا سنه ما خافوش بطوله، خايفين على البطوله، اوراق بره ودكه يعني موجوده بره ضعيفه هشه، يا دوبك هم 11 لاعب اللي موجودين عنده، فليه مبرراته ان هو يخاف يقلق؟ بيقابل خصم زي نهضة بركان فاز كذا مره ببطوله الكونفدراليه، فليه اسبابه ان هو يخاف وبحفظ من هو يعني الجيم الدفاعي اللي لعبه نادي الزمالك قدام نهضة بركان. انا كنادي اهلي انا غير تماما، انا كاركتر وشخصيه وهيبه مختلفه تماما عن نادي الزمالك. انا بطل افريقيا، دي البطوله ال 12 بالنسبه لنا، انت عم موجود بره دكه، عندك عبد القادر بره، عندك كهربا بره، عندك مودست بره، موجود عندك قفشه، موجود عندك بره ريدا سليم، عندك مودست، كل دي اسماء تنزل تقلب لك الملعب وتجيب لك الثاني والثالث والرابع قدام خصم هش ضعيف، اللهم الا بس البوزيشن والسيطره اللي عملوه في المباراه، وغير كده ما عملوش اي حاجه ثاني. ولكن الحمد لله الحمد لله، بشكر ربنا وبشكر اللعيبه، بشكر حتى كولر يعني برضه اقول لك راجل قاتلك، رغم ان انا ليا كلام كتير قوي في الجزء الثاني وتحليلنا للقاء، ولكن بشكر كل اللعيبه الرجاله، بهني لعيبه النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك للاداره، مبروك لكل الجماهير الاهلاويه، فرحه ما بعدها فرحه، البطوله ال 12 لينا كتيم نادي الاهلي كبطوله دوري ابطال افريقيا عشان نتاهل بقى لكاس العالم ان شاء الله القادمه، ربنا يكرمنا ان شاء الله نعمل حاجه في كاس العالم لنا انديه. بشكر كل لعيبه النادي الاهلي المره الثانيه، عايزين نتكلم عن المباراه النهارده وايه اللي حصل فيها. مبروك النادي الاهلي المره الثالثه والعشره والمليون. الفرج الاماراتي سبسكرايب في القناه، فعل زر الجرس والله يتجامل في الفيديو، وتحليل النادي الاهلي والترجي. كولر ضيعتنا، اعصابنا راحت، منك لله يا اخي. النادي الاهلي بنفس طريقه اللعب في مباراه الذهاب 4-3-3، مصطفى شاور في حراسه المرمى، قدامه اثنين سنتر باك عبد المنعم وربيع، هنحتمي محمد هاني بسبب اصابه علي معلول، ونفس التغيير اللي عملها في مباراه الذهاب ينزل كريم فؤاد، وكريم فؤاد ابتدى مباراه العوده. ثلاثي في نص الملعب لعب رقم 6 مروان عطيه، 2 8 اكرم توفيق وامام عاشور، سترايكرز اسامه ابو علي على مينو بيرستا، وعلى شماله حسين الشحات. هل ده التشكيل المناسب من مارسيل كولر؟ انا من وجهه نظري الشخصيه لا، انا مباراه الذهاب لعبت بنفس السيناريو بنفس الاسماء، بيرستاو بينزل يدافع، في بيديله واجبات دفاعيه عشان مش حابب ينزل يدافع. مباراه العوده مختلفه، انا من وجهه نظري
كان لازم يبقى فيه في الخط القدماني واحد زي رضا سليم. مكان مين؟ مكان بيرسي تاو. انا كنت عايز رضا سليم يلعب الماتش ده مكان بيرسي تاو. حاجه تانية كنت انا اتمنيها وهو الاستغناء في الماتش ده عن مروان عطيه. كان نفسي ان انا مع بدايه اللقاء لا يلعب واحد زي اكرم توفيق رقم 6 ونلعب باتنين 8 امام عاشور وقفشه. كان نفسي قفشه يلعب مع بدايه اللقاء فقط لا غير. وباقي الاسماء زي ما هي. في الكلام ان ناحيه الشمال واحد زي كريم الدبيس هقول لك بعيد تماما عن النادي، صعب ان انا اديله ماتش زي ده. واحد زي كوكا صعب ان انا غامر بكوكا راجع من اصابه زيه زي ايلي جونج وياسر ابراهيم، صعب ان انا اقحمه في ماتش قوي زي ده في حته ما بيلعبهاش. حته الباك ليفت دي عمري ما شفت كوكا بيلعب في حته الباك ليفت دي. كريم فؤاد اخذ ماتش الذهاب رجله جابته في الملعب، ماتش العوده لا اديله. ترجي بنفس تشكيل مباراه الذهاب مع كاردوزو ب 4 3 3 ناميش في حراسه المرمى قدامه اثنين سنتر باك توجاي ومرياح، بن علي ناحيه اليمين وبن حميده ناحيه الشمال، اولو وغيلان شعلاني واتقاس، سترايكرز كان رودريجز لعب على يمين ويان ساس ولعب على شماله غشه. انطلقت بدايه اللقاء النادي الاهلي نزل ضغط عالي مع بدايه اللقاء، عايز يجيب جون، عايز يستغل الاجواء، عايز يستغل 60,000 اهلاوي الموجودين في المدرجات. نجح بالكلام ده اول 10 دقائق، جاب جون من كورنرز عن طريق رامي ربيعه. يعني ما اجمل من كده سيناريو. لو تيجي تسال اي مدير فني انت بتتمنى ايه في ماتش زي ده وانت جاي راجع، اقول لك هيجيب جون اول 10 دقائق. وده يعني نجاح ما بعده نجاح لتيم النادي الاهلي وكمارسيل كولر. ليه؟ ان انت جبت جون اول 10 دقائق، ما احلى من كده. انت الكسبان، انت الليدنج، انت اللي حاطط ضغط على المدير الفني كاردوزو، مدير فني نادي الترجي حاطط ضغط على لعيبه نادي الترجي، هي لازم تكسب نتيجه الذهاب بفكرك 0-0. فانت اللي متقدم، انت بطل افريقيا، فلازم الترجي يهجم يفتح خطوطه عشان خاطر يجيب هدف التعادل. ما احلى من كده سيناريو. المباراه بتتفتح قدامك، بتهدى حتى كاعصاب الجماهير، بتهدى اعصاب لعيبه النادي الاهلي، بتهدى اعصاب مارسيل كولر. فما اجمل من كده سيناريو. من بعد اول 10 دقائق خد بقى لغايه نهايه الشوط الاولاني، المباراه 50-50. النادي الاهلي ماسك كوره، نادي الترجي ماسك كوره، احنا ماسكين كوره، مش حاسس باي غزاره هجوميه. الجبهتين في حاله شلل موجوده عندهم كجابه محمد هاني او كريم فؤاد. طب كريم فؤاد ليه اسبابه، محمد هاني ايه اسبابك ان انت ما شفتش اي اوفرلاب، ما شفتش اي كروسات عرضيه، حتى لما بيعمل كروسات معفنه مش رايحه لوسام ابو علي، مش رايحه لحسين الشحات، مش رايحه لامام عاشور. جبهتين مشلولين، نص الملعب اكرم توفيق الى حد ما دور دفاعي اكتر، الوحيد اللي كان بينقلنا هجوميا هو امام عاشور مع حسين الشحات برضه بتسديداته من خارج المنطقه وتسديدات امام عاشور وسام ابو علي بعيد شويه. حسيت ان كل الكلام اللي متقال لوسام اضغط على السنتر باكات كاتوجاي وكابن علي وكابن حميده وكمرياح، ما تخلوهمش يحضروا باريحيه. نفس السيناريو بتاع مباراه الذهاب والضغط اللي بيعمله وسام. طب لعيبه نص ملعب ايه اللي متقال لها؟ امام عاشور زيد هجوميا روح الكلام ده، اكرم دفاعي، مروان دفاعي. فانت شوف احنا كنا بندافع الشوط الاول باكرم وكنا بندافع بمروان وبندافع بالرباعي الدفاعي، يعني بندافع بست لعيبه، شيء يعني من مارسيل الكولر غريب. حتى احنا ما جبنا الهدف انا قلت لا عايزين نهجم، عايزين في غزاره. الشوط الاول نتفرجي ماسك كوره ومعاه بوزيشن، حتى هجمات نتفرجي شحيحه ضعيفه، مفيش اي حاجه عملوها الشوط الاول، مفيش اي تسديد حتى من الترجي الشوط الاول. الشوط الاول بيخلص 0-0. نروح على الشوط الثاني، توقعت بقى الشوط الثاني التغييرات تبقى بدري شويه. كان نفسي واحد زي عبد القادر ينزل، كان نفسي رضا سليم ينزل مكان حسن الشحات ومكان بيرستاو ينشطوا الناحيه الهجوميه عندنا شويه. بعد كده انت ممكن انت تنزل واحد زي كهربا، بعد كده تنزل مثلا واحد زي ايلي جونج في قفشه في نص الملعب يلعبوا جنب اكرم توفيق. كنت هحس شكل النادي الاهلي الشوط الثاني افضل احسن، كنا نقدر بالتشكيل اللي انا قلته ده نجيب الثاني ونجيب الثالث. ولكن فكر كولر مختلف تماما، لا فكر في الدفاع، والدفاع بدري قوي من الدقيقه 65، تغييره غريبه، بينزل ديونج في نص الملعب على حساب بيستاو وجاب امام عاشور حطه كجناح شمال وحط كحسين الشحات جناح يمين. يعني الثلاثي الامامي بتاعنا اسامه ابو علي سترايكرز جناح شمال، امام عاشور جناح يمين، حسين الشحات وثلاثي في نص الملعب اكرم توفيق مروان عطيه ايلو جونج. فكر دفاعي بحت، سيناريو دفاعي بحت. اديت البوزيشن والاستحواذ الشوط الثاني بالكامل لنادي الترجي. طب الكاونتر اتاك والهجمات المرتده، مفيش اي كاونتر اتاك وهجمات مرتده. حتى لما بيبقى في كاونتر اتاك وهجمه مرتده لا باللعيب بياخدها بيوقف عليها مثلا زي امام عاشور زي حسين الشحات ويستنى الفرقه تطلع ويجمع اللعب من اول وجديد ويعمل دوخين يا لمونه ويبتدي بيلد اب من اول وجديد ويطلع بكره من اول وجديد. طب ليه؟ اللي وصلنا للكلام ده وهو فكر مارسيل كولر والسيناريو اللي حطه مارسيل كولر. حسيتش من مارسيل كولر ان انا عايز اجيب الجون التاني، دي ما وصلتليش، دي انا ما حسيتهاش. لو حد حس بكده يقول لي طب ايه، لو قدر الله لو كان دخل فينا جون وارد كوره مجنونه
وارد يحصل اي حاجه، وارد ان انت في كورنرز يجي تخش، وارد زي التسديده بتاعت يان ساس الاخطر حاجه في المباراه، تسديده يان ساس عدت من جنب شوبير ولو في الجون شوبير مش هيقدر يعمل لها حاجه، اتلعبت 1 2 ما بينه وما بين غيلان الشعراني، شوطها مدفع بصراحه، الكره دي لو في الجون زي ما قلت شوبير مش هيقدر يعمل لها حاجه. طب ايه اللي خلانا نوصل لكده 1-1؟ طب كنا هنعمل ايه 1-1؟